انطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى مصر التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسختها الأولى تحت رعاية الرئيس السيسي، ويستهدف هذا المنتدى مناقشة جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد-19. للمزيد ينضم معنا محمد أبو عيطة مراسل إكس نيوز. محمد، أرحب بك معنا في هذه الجولة، مزيد من التفاصيل وما هي الأجواء لديك في المنتدى؟ دانا تحياتي. انتهت بالفعل الجلسة الأولى في خلال الدقائق الماضية، ونحن الآن في استراحة قصيرة وفي انتظار أيضا أن تخرج السيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مؤتمر صحفي في خلال الدقائق التالية، ستعلن فيها عديد من التفاصيل حول نتائج النقاشات التي دارت في الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وأيضا توقعاتها لسير ومجريات اليوم الأول من هذا المنتدى الذي يعقد كما تعلمين في مصر في نسخته الأولى. هناك أيضا تفاصيل يعني كانت قدرت قبل قليل في الجلسة الأولى تحدثت عنها أيضا وزيرة التعاون الدولي، وتحدثت عن أنه مصر نجحت في الفترة الأخيرة في الوصول بمحفظة التمويل الخاصة بالتمويل الدولي للمشروعات التي تجريها مصر وتجربتها التنموية، الآن في الوصول إلى أو يعني أن تصل محفظة التمويل الخاصة بها لأكثر من 45 مليار دولار. تعلمين أنه رقم كبير طبعا في خلال الفترة الحالية، يعني أن تستطيع مصر حشد مواردها للحصول عليه في الفترة الماضية، خاصة وهي كانت في هذه الفترة تواجه جائحة كورونا. تعلمين أيضا أنه عنصرين أساسيين يدوران حولهما المناقشات بشكل عام هنا في هذا المنتدى، هو عنصر مواجهة كورونا وكيف كان العالم وكيف أصبح في خلال الجائحة وما هو المتوقع في خلال الفترة المقبلة، وكيف يجب أن يعني يتواصل البشر في جميع أنحاء العالم للتعاون يدا بيد لمواجهة هذه الجائحة. عنصر آخر هو عنصر الطقس والتغيرات المناخية، وهو أيضا على صلة وثيقة بالعنصر الأول في ضرورة أن يعني يكون هناك آلية وأطر تقوي وتعزز منظومة التعاون الدولي في المجالات الخاصة بمواجهة الأخطار العالمية خاصة في مجال البيئة. في الجلسة الأولى كان المحور التركيز حول يعني ضرورة وجود آليات ونظم عمل جديدة في عالم ما بعد كورونا لتمويل الاقتصادات الناشئة وأيضا تمويل الدول والمناطق والأقاليم الأكثر احتياجا في خلال هذه الفترة لمجالات التمويل لكي تستطيع أن تواجه الجائحة وتحصل على لقاحات ومن ثم تعود من جديد لتسجيل معدلات نمو عالية، خاصة وأنت تعلمين دانا بأنه دول عديدة حول العالم الغالبية العظمى طبعا شهدت اقتصاداتها في خلال العام الماضي نموا سالبا، لم تتمكن إلا بعض الدول فقط من بينها مصر طبعا والصين وبعض الدول الأخرى في تحقيق معدلات نمو إيجابية في هذه الفترة. اتصالا بذلك أيضا فإنه هناك حضور قوي لمؤسسات تمويل دولية ورؤساء بنوك عالمية من مختلف القارات، وأيضا ممثلين عن مراكز خبرة خاصة بمجالات الأعمال وممولون، وأيضا حضور لوزراء أفارقة وعرب ووزراء آخرون من دول عديدة من أوروبا ومن أمريكا اللاتينية أيضا، وهناك أيضا حضور قوي لمؤسسات مجتمع مدني. كل هذه الأطراف تتفاعل وتتناقش في خلال جلسات العمل على مدار اليوم للخروج للتوصيات، وتعلمين بأنه العالم في خلال الجائحة مرت عليه فترة لم يستمع البعض للآخر، أو كان هناك حتى لم يكن هناك وقت حتى لكي يستمع البعض للآخر، لأنه الجميع كان منشغلا في ذلك الوقت بمواجهة الجائحة بشكل فعال. والآن ربما هذا المنتدى يتيح هنا في القاهرة لكل الأطراف وكل الدول التي تشارك فيه في يعني مساحة من جديد لتبادل الرأي، مساحة من جديد لتبادل الخبرات، مساحة من جديد للاستماع يعني شيئا فشيئا لكل طرف للآخر، حتى يستطيع العالم من جديد أن يعرف أن يقف في نقطة نظام تؤهله لمواجهة موجة رابعة من الفيروس، وأيضا مواجهة تحديات اقتصادية كثيرة وعديدة نشأت في مختلف اقتصادات العالم دنا. نعم محمد، يعني أخيرا ما تتحدث الآن عن هذه الجولة الأولى أو يعني الجلسة الأولى لهذا المنتدى، يعني ما هي أهم الأجواء التي كانت مسيطرة على هذه الجولة، ويعني هل كان هناك تفاعل ومشاركة مجتمعية كما تحدث في هذه الجلسة الأولى لمنتدى مصر للتعاون الدولي؟ صحيح دانا، يعني جميع الموضوعات التي تناقش هنا وهي وإن كانت لديها طابع لديها صبغة اقتصادية بالدرجة الأولى نتيجة لأنه الحديث في الأساس يعني يدور ويمر ويدور هنا من وجهة نظر اقتصادية، إلا أنه
يعني يدور بتركيز شديد ايضا في ظروف انسانيه بلغت القصوى في العالم كله بيمر بيها، وبالتالي فانه هناك تركيز شديد في من جانب الحضور، من جانب جميع الحضور لمتابعه اجواء هذه المناقشات في جميع الجلسات. ايضا إدارة المنتدى وفي وزارة التعاون الدولي هنا كانت أيضا قد أحضرت عديدا من مديري الجلسات من جميع أنحاء العالم، وأيضا أشخاص معروف أنهم يستطيعون إدارة جلسات بشكل واعي وبشكل مهني، يستطيعون جذب الانتباه إليهم، وأيضا جهزت قاعات عديدة لهذا الغرض. وبالتالي فإنه جلسات وجلسات النقاشات وايضا الجلسه الافتتاحيه كان بها الزخم المطلوب. استطاع ايضا البعض ممن لم يستطع ان ياتي ان يشارك في كلمات مسجله او في كلمات عبر الفيديو كونفرنس للحضور، وبالتالي هذا ايضا اعطى زخما كبيرا لعديد من الجلسات التي دارت وتدور خلال هذا اليوم الاول من اعمال هذا المنتدى. اجمالا فاننا نستطيع ان نقول انه مصر الان ليست فقط تجمع يعني جميع الأطراف المعنية بمواجهة جائحة كورونا والتغيرات المناخية، سواء كانوا مسؤولين رسميين أو غير رسميين، ولكنها أيضا في خلال اليوم الأول وخلال الجلستين، الجلسة الأولى والجلسة الافتتاحية، تتحدث أيضا عن تجربتها في التنمية، تجربتها في مواجهة يعني آثار الاقتصاد فيما بعد مرحلة كورونا، وأيضا على لسان رئيسها أيضا أبدت دعما وأبدت استعدادا لمشاركة تجربتها مع كل من يحتاج من الدول، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا الدول الإفريقية. دنا، نعم، أشكرك زميلي محمد أبو عيطة مراسل إكس نيوز على هذا الرصد وكل تلك التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا لك محمد.